السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر محمود علي، معلم أول لغة عربية. طبعا إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن أول قاعدة من قواعد النحو، وهي أقسام الكلام. أقسام الكلام، يبقى هنبدأ كده أول درس من دروس النحو، أقسام الكلام. قبل ما أعرف الطفل أقسام الكلام، بقول له طبعا أنا عندي أسماء الإشارة وضمائر الغائب وضمائر المتكلم وضمائر المخاطب. طبعا الطفل عارفهم من سنة أولى، يعني عارف الكلام ده، اسماء الاشاره، واي سؤال في عن الاسماء الاشاره او الضمائر او كده اكتبي لي في التعليق وانا هرد على حضرتك. النهارده هنيجي ناخد اول حاجه اقسام الكلام. يعني ايه اقسام الكلام؟ يعني اي كلمه عندي موجوده في الكتاب في الملخص بيكتبها التلميذ، يا اما الكلمه دي اسم، يا اما الكلمه دي فعل، يا اما الكلمه دي حرف. انا يعني انا ببدا الحاجات دي مع سنة أولى، طفل مع سنة أولى بعد ما القراءة يتقن القراءة والكتابة. أقسام الكلام اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، تمام؟ أول حاجة هناخد الاسم. وفي ناس كتيرة بتكتب كلمة اسم عليها همزة من فوق أو همزة من تحت، لا غلط، مفيش همزة خالص، لا من فوق ولا تحت، دي ألف وسط. يبقى أقسام الكلام اسم وفعل وحرف. هنيجي ناخد الاسم. الاسم هو ما دل على اسم انسان، اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفه من الصفات. يبقى الاسم هو ما دل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفه. اسم انسان يعني لما اقول امير اسم انسان، اسم حيوان لما اقول اسد اسم، نبات او القمح اسم، جماد. ايه الجماد؟ يعني الحاجه اللي هي مش بتتنفس ولا بتتحرك ولا جماد، زي اقول مدرسه اسم، صفه من الصفات نشيط صفه، يبقى نشيط دي اسم. يبقى الاسم هو ما دل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفه. طب ايه علامات الاسم؟ ودي مهمه جدا. علامات الاسم، هو الموضوع طويل، الموضوع طويل، بس بحاول بقدر الامكان اختصر الموضوع. من علامات الاسم اول حاجه ال، من علامات الاسم ال، اي كلمه فيها ال تبقى اسم. يعني اقول مثلا الباب اسم، الولد اسم، المعلمه اسم. اتنين، التاء المربوطه، اي كلمه فيها تاء مربوطه تبقى اسم. يعني لو جيت كتبت للطفل كلمة جميلة من غير ما يفكر يقول اه دي فيها تاء مربوطة تبقى اسم. تلميذة اسم. تالت حاجة من علامات الاسم التنوين. يعني أي كلمة فيها تنوين تبقى اسم. يعني كلمة كتاب اسم، شارعا اسم، يبقى اي كلمه فيها تنوين تبقى اسم. برضو من علامات الاسم الاسم الواقع بعد حرف الجر. يعني اقول مثلا، اقول ذهب امير الى المدرسه، فين الاسم؟ امير ده اسم والمدرسه اسم، عشان جت بعد حرف الجر. برضو من علامات الاسم بعد ياء المنادى، يقول يا امير، امير ده ايه؟ اسم. بس اهم حاجه من علامات الاسم الثلاث علامات دول بالنسبه للطفل من اولى ابتدائي او ثانيه او ثالثه، اقول له من علامات الاسم ال، التاء المربوطه، التنوين. ال، التاء المربوطه، التنوين. ثاني حاجه الفعل، هو عمل شيء معين في زمن محدد. وكلمة شيء الهمزة تكتب على السطر وليس على الياء، لأن مسبوقة قدامها ياء ساكنة. في ناس بتعمل كلمة شيء كده تكتبها على الياء فوق الياء، غلط، لا، هي تتكتب على السطر أو فوق سنة الياء على السطر. الفعل هو عمل شيء معين في زمن محدد. يعني أقول مثلا للطفل دخل، نام، أكل، خرج. طب بعد كده بعرف الطفل ان في فعل ماضي ومضارع وامر، خلاص؟ يعني ممكن من سنه ثانيه ابتدائي او من ثالثه بقول له في فعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر، فعل ماض
وفعل مضارع وفعل امر. مش عايز اخد برضو وقت عشان بس الوقت في الشرح هيبقى كتير. بعد كده يبقى خلاص، يبقى اقسام الكلام اسم وفعل، اخدنا الاسم واخدنا الفعل. طب الطفل اللي هو في سنه اولى ابتدائي وكتبت له كلمه وهو مش عارفه اسم ولا فعل يعمل ايه؟ يعني لو جيت كتبت مثلا كلمه ذهب، طب الطفل في سنه اولى هيعرف الذهبه دي اسم ولا فعل ازاي؟ اقول له حط لها ال، يبقى اقول له الذهب، يبقى غلط، يقول لك لا ما اعرفش انطقها، غلط، يبقى ايه؟ يبقى فعل. طب كبيره اسم ولا فعل؟ يقول لك دي فيها تاء مربوطه تبقى اسم. طب نحط لها ال نشوف هتنفع ولا لا؟ الكبيره يبقى اسم برضه. يبقى عشان افرق بين الاسم والفعل يا اما احط لها ال يا اما احط لها تنوين. يعني ما ينفعش مثلا اقول يعني كلمه كبيره مثلا خلاص يبقى كبيره تبقى اسم، لكن اقول ضرب ينفع اقول ضرب؟ غلط. يبقى عشان افرق بين الاسم والفعل يا اما احط الكلمه ال واشوف هتنفع ولا لا، يا اما تنوين او تاء مربوطه. طب في حاجه مهمه خالص، يعني في حاجات كده لكل قاعدة شواذ، يعني كلمة مثلا كلمة أجمل تمشي الاثنين، تمشي اسم وتمشي فعل. طب الله تمشي اسم وتمشي على حسب الجملة، على حسب من إيه؟ الجملة اللي أنا أحطها. يعني لو جيت أنا مثلا قلت هنا ما أجمل الربيع، أسلوب تعجب، يبقى هنا فعل. جت بعد ما التعجبية أهو، يبقى فعل. لكن لو قلت هذا أجمل فصل يبقى هنا اسم. يبقى كلمة أجمل وأقبح وأروع لو جت هنا بعد ما تعجبية يبقى فعل. لكن لو جت هنا في جملة عادية زي أقول هذا أجمل فصل تبقى إيه؟ اسم، لأن كلمة أجمل ينفع أحط لها الأجمل تبقى اسم وبرضه تيجي فعل. خلاص نخلي بالنا من الحاجات دي. آخر حاجة الحرف. لو جيت كتبت كلمة لو جيت كتبت مثلا للطفل إلى، أقول له فهمت حاجة؟ يقول لي ما فهمتش ولا أي حاجة. يبقى الحرف هو الذي لا يفهم معناه، مش بفهم معناه إلا إذا أضيف إلى بعض الكلمات، إلى بعض الكلمات. يعني إيه؟ يعني الحرف ده مش بفهم معناه غير لما أحطه في جملة. زي اقول ذهب باسم الى النادي، ادي فهمت كده، ادي الى فهمت، حطيته في جمله فهمت. لكن لو كتبت وقلت الى بس يبقى ما فهمتش حاجه. يبقى الحرف هو الذي لا يفهم معناه، انا مش بفهم معناه غير لما احطه في جمله، غير لما احطه في جمله. وعندي انا حروف العطف، عندي الحروف نوعين، حروف عطف زي الواو وثم والفاء واو، وحروف الجر، ودي اهم حاجه حروف الجر بالنسبه لسنه اولى. اقول من الى، من الى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام، اسمهم حروف الجر. وفي لها اغنيه من الى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام، الهم حروف الجر بيجر الاسم جر. يبقى احنا كده اخذنا اقسام الكلام اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. خلاص هنقف على كده ان شاء الله، هنبدا بعد كده انواع الجمل. خلاص ويا ريت، اتمنى ان يكون الشرح وصل لكم حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.